بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. نجدد اللقاء والترحيب بكم مشاهدين الكرام من على أرضية ميدان سيح المسرات لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا أيضا بتحديات أشواط أو شوط القعدان. اللقاء من مسافة 4 كيلومترات انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات، باحثة عن التحدي، باحثة عن المنافسة، سريعا ومباشرة إلى الصدارة مع شاهين. حمود بن عبيد الوهيب مقدما لنا شاهين على صدارة هذا الشوط، بينما الوصول من النادر خالد بن حمد بن مبروك القنوبي مقدما لنا نادر على ثاني المراكز. ثالثا هناك من وصل الفارس الشيخ راشد بن سعيد الكتبي مقدما لنا شعاره. رابع الأسماء من يأتينا شاهين، عثمان بن حمود الدرعي مقدما لنا شاهين. خامسا نرى الوصول في هذه اللحظات من لاهوب عمر بن عبد الله الكتبي. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الشعارات الحاضرة، الشعارات المتقدمة في دائرة الإعلام والتي يسمح لها بالنداء والإذاعة. هكذا التحديات الجميلة، هكذا الانطلاقات المثيرة. ولكن عودتنا مع الثنتين، مع الثنتين اللي انفردن عن بقية الأسماء هنا بتحديات النادر. خالد بن حمد بن مبروك القنوبي مقدما لنا شعاره، مقدما لنا النادر، بينما الوصول من شاهين حمود بن عبيد الوهيبي في مركز الوصافة على ثاني المراكز. ثالثا من يأتينا الفارس هناك بتحديات الشيخ راشد بن سعيد الكتبي مقدما لنا شعاره. رابع الأسماء من يأتينا لاهوب عمر بن عبد الله الكتبي مقدما لنا لاهوب. أرى التقدم هناك أيضا من شاهين. عثمان بن حمود الدرعي مقدما لنا شاهين. هكذا الأسماء. هناك الوصول أيضا من أيضا بتحديات لفحة عمر بن عبد الله الكتبي. أرى الوصول أيضا من شاهين حمود بن عبيد الوهيبي. هكذا التحديات، هكذا الانطلاقات، هكذا الشعارات الباحثة عن الناموس، الشعارات الباحثة عن الكاس المنتظر، الكاس المرتقب. هناك بالتحديات المثيرة، بالانطلاق المثيرة، ولكن ما زال شعار القنوبي. من يقدم لنا النادر؟ خالد بن حمد بن مبروك القنوبي متربعا على عرش الصدارة، يقود الجموع الحاضرة، يقود الشعارات المنطلقة على أرضية هذا الميدان. الفارس، الفارس، شعار خطير وقعود خطير، له إنجازات عديدة في سجله الحافل بالانتصارات. هناك بتحدي الشيخ راشد بن سعيد الكتبي في مركز الوصافة، بينما الوصول ثالثا من شاهين عثمان بن حمود الدرعي مقدما لنا شاهين. هناك رابعا من يأتينا أيضا شاهين عثمان بن حمود الدرعي، دافع باسمين وداخل باسمين. هناك أيضا طمعا للكاس المرتقب، طمعا للكاس المنتظر. هنا أيضا بتحديات أيضا النادر خالد بن حمد بن مبروك القنوبي مقدما لنا شعاره، مقدما لنا النادر. يدشن أمتار 1500 متر الأخيرة من مسار هذا الشوط ومن عمر هذا الشوط، ولكن شاهين، شاهين قادم بتحديات عثمان بن حمود الدرعي في مركز الوصافة. غير إلى الصدارة، سحب بساط هذا المركز، انطلق إلى صدارة هذا الشوط. وصل أيضا عثمان بن حمود الدرعي تعزيزا لشعاره، داخل باسمين. الفارس رابعا من يأتينا بتحديات الشيخ راشد بن سعيد الكتبي. هكذا التحديات، هكذا الأسماء والشعارات المنطلقة، الشعارات الباحثة عن الناموس، عن التحدي، عن الانتصار، عن الفوز. لمن الكوس؟ لمن الكوس من هذه الشعارات؟ هناك النادر، هنا شاهين، أيضا قدم شاهين بشعار عثمان بن حمود الدرعي مع الأمتار الأخيرة. الكيلو
الكيلومتر الأخير يا ملاك هذه الشعارات، يا مضمرين، لمن الفوز؟ لمن الكاس؟ لمن مادة الزعفران؟ ما زال بقبضة شاهين حمود أو عثمان بن حمود الدرعي مقدما لنا شعار الوصول. أيضا هناك من النادر خالد بن حمد بن مبروك القنوبي وصل شعار الدرعي أيضا بتحديات شاهين عثمان بن حمود الدرعي. ثلاثية مثيرة، ثلاثية مثيرة على الصدارة، على المقدمة، على التحدي الأول، على المسار الأول. هنا شاهين أيضا عثمان بن حمود الدرعي مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار النهائية، 500 متر أخيرة مثيرة نهائية هنا بتحديات شاهين عثمان بن حمود الدرعي على الصدارة والتحدي الأول. باعد 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 عن بقية المشاركين، باعد عن بقية الأسماء الحاضرين. خلاص خلاص اعذرونا يا مشاركين، اعذرونا يا متابعين. هنا أيضا بتحديات شاهين عثمان بن حمود الدرعي على الصدارة والتحدي الأول، على الانطلاق الأول. ما شاء الله وتبارك الرحمن يا تحديات شاهين وانطلاقة شاهين هنا بالتحديات الجميلة، بالانطلاق المثير. الكاس 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 مع شاهين، وشاهين مع الكاس. أسعد الله صباحك يا مالك شاهين عثمان بن حمود الدرعي على هذا الفوز والانتصار. ثانيا من أتانا هناك أيضا؟ شاهين عثمان بن حمود الدرعي. وثالثا من أتانا هناك أيضا؟ بتحديات هنا أيضا النادر خالد بن حمد القنوبي. تهانينا والناموس لمالك شاهين حمود بن عبيد أو عثمان بن حمود الدرعي على هذا الفوز والانتصار مع التوقيت 6:27 ثانية. تهانينا والناموس.